السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ اليوم إن شاء الله الفيديو مهم جدا لكل الأشخاص المتواجدين في تركيا. طبعا نحن يا جماعة بننزل هاي الفيديوهات مشان كل الأشخاص تتوعى وتعرف شو عم يصير في دولة تركيا، فلهيك كونوا على حذر ودائما أخذين احتياطاتكم من حدوث أي زلزال أو طوفان أو أي شيء. تابعوا معي الفيديو هذا لتعرفوا شو آخر خبر نزل اليوم عند الصبح. اليوم الساعة 10:56 في هذا التاريخ ضرب زلزال منطقة في إيران اسمها هوي، كان عمقه 5.9، أدى إلى وفاة 8 أشخاص أتراك وإصابة 21 حسب ما وردت جريدة خبر تركية. مثل ما انكم شايفين التأثر في الزلزال هذا منطقة ولاية فان موجودة في تركيا. مثل ما بنعرف نحن من قبل كم اسبوع حصل كمان انهيار ثلجي في منطقة فان، فعلى الجميع اخذ الحذر في هاي الولاية خصوصا العرب المتواجدين هناك. طبعا الزلزال ضرب هوي مدينة اسمها هوي في ايران، ولكن تأثرت في تركيا واللي تأثرت في اكثر شيء ولاية فان. مثل ما حكينا 8 أشخاص توفوا و21 شخص جريح، طبعا 8 من الأشخاص حالتهم خطيرة، وراح نشوف هلأ هذا الفيديو اللي صار اليوم بمنطقة فان عند الصباح. طبعا يا جماعة حسب ما أفاد والي منطقة فان اللي هو اسمه سليمان سويلو، قال إنه حاليا في 4 منازل اتدمرت بسبب الزلزال، 4 بنايات طبعا، والأربع بنايات طبعا صاروا بمنطقة باش كاليدي، يعني هي موجودة في منطقة فان. حاليا عم بيقول انه تم عم يتم الانقاذ من تحت الانقاض، ولكن ما حدا بيعرف انه لسه في كمان في يعني مواطنين تحت الانقاض، بس حاليا في 8 من المواطنين توفوا فقدوا حياتهم. عم بيقول هون انه حاليا نحن على امل ان شاء الله انه ما يكون في حدا تحت الانقاض، الله يحمينا ويحمي الجميع ان شاء الله. طبعا يا جماعة نظرا لهذا الشيء اللي صار في منطقة فان، فكتير من الأماكن في منطقة فان أعلنت إنه صار في خسائر في جدران المدارس، فعلى هالأساس رح يتم إنه يمكن يصير تعطيل في هاي الأماكن اللي هي اسمها باشكالي ساراي جوربينار. حاليا لسه ما أخذوا قرار، ولكن إن شاء الله رح ياخذوا قرار. طبعا في إيران تم جرح 25 صار جريح، فلهيك يا جماعة طبعا احنا حاليا ننزل هاي الفيديوهات بس مشان الكل يتوعى والكل يعرف شو عم يصير في الولايات التركية، الكل مشان ياخذ كمان احتياطه. نرجو السلامة للجميع. اذا في عندكم اي سؤال او تعليق اكتبوا لنا اياه في التعليقات ان شاء الله مشان نجاوبكم عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.